كيتش فالكون تقدم أنواع من الصقور المميزة المخصصة للصيد وللمشاركة في السباقات. تحتوي هذه المزرعة على عدد من أنواع الجير بيور والجير قرموشة بيور والجير الشاهين والجير تبع، وهذه المشاركة الأولى لها في معرض الصيد والفروسية الدولي في أبوظبي. كيتش فالكون تقدم جميع خيارات للصقار وتحيي هذا الموروث الذي زرع فينا من الآباء والأجداد، وزرعه الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه فينا من الصغر. اليوم نحب نقدم لعيالنا الأقربين لنا هذا الورث اللي ورثناه، هذا الماضي والتاريخ العريق اللي احتفظنا فيه وبنستمر نحافظ عليه.